زلاتي رمضان مبارك، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه، الله يتقبل منا يا رب. ومن هذا المنبر انا كنطلب منكم السماحه لاي وحده فيكم فهمتني غلط ولا ما وصلهاش الرساله ديالي كيف ما انا بغيت، فانا كنطلب منكم السماحه. البنات كما كتشوفوا خصكم معايا هنايا عجنه العجينه ديال البيتا التركيه، ان شاء الله رجعت لكم بوصفات اللي هما تركيه واللي تعلمتها من عند الحمات ديالي الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع الموتى ديال المسلمين والمسلمات. نتقاسم معكم في الاول في بدايه رمضان بعض الوصفات التركيه هكا اللي كيكونوا خفافين دغيا تصايبيهم، ومن بعد عاوتاني ندخل لكم هكا وصفات اللي هي مغربيه. المهم انا جبت لكم وصفات ساهلين ماهلين وكذلك اقتصاديين، قلت لكم انا من الناس اللي كيعجبني خفيف ظريف وفي نفس الوقت المذاق ديالو بنين. غادي نكون حاضره معاكم بشكل يومي حتى اخر نهار في رمضان ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نحط لكم فيديو كل نهار مع جوج بالتوقيت ديال اوروبا. وغادي نبداو ان شاء الله باول يوم رمضان وبروتيني في رمضان. وخليكم معايا الغزالات اللي بقى ما اشتركتش معايا معناها الا تضغط على زر الاشتراك، والبنات اللي مشتركين معايا ما كيوصلوهاش الاشعارات حيدوا الجرس البنات ولحيدوا كاع الابوني وعاودوا تابوناو وضغطوا عاوتاني على الجرس باش هكا يوصلكم الاشعارات. على اي حال انا دابا من هنا كنقول لكم غنحط لكم ان شاء الله فيديو كل نهار مع جوج بالتوقيت ديال الاوروبا، ويلا نبداو باول نهار من رمضان. كنبدا نهاري بالقران، كنقرا حسب في الصباح وحسب في العشيه. الا بغيتو تختموا القران مع نهايه رمضان ما عليكم الا تقراو جوج احزاب في النهار. بغيتو تختموا القران اكثر مره فاكيد خاصكم تقراو اكثر من حسب في النهار، شي خمسة ولا ستة في النهار. وكان شاء الله غنبقى مره نقول لكم فين وصلت هكا باش نشجعوا بعضياتنا. نبداو على بركة الله بمقادير العجين، المقادير اللي هي سهلة ومتواجدة عندكم في الدار. انا ان شاء الله نجيب لكم وصفات اللي هي في المتناول، ما نجيبش لكم شي حاجة اللي مكلفة. غنذوب معلقة كبيرة ديال الخميرة، بيضة واحدة، نضيفو الملح معلقة كبيرة، ديرو كاع معلقة ونص، شوية سكر معلقة صغيرة، هادي اختيارك سواء ما بغيتوهاش ماشي مشكل، كتعطي واحد اللون ذهبي للعجينة. عندي هنايا 200 ملل ديال الحليب، وفي نفس الكاس باش ما نقووش علينا الروينة غنعبرو 100 ملل ديال الزيت، زيت عادية. اخر حاجة غادي نضيفوها 50 ملل ديال الماء، نخلطو كل شيء. وغادي نبداو نضيفو الدقيق تدريجيا اللي هو 600 غرام ديال الدقيق الابيض او الفورس. كلشي من العجينه، الا كانت العجينه عاوتاني قاصحه ما غاديش يجيكم مزيان. صافي شتوها البنات هي رطبه، نخليها دابا عليها شويه الزيت. هنا هكا بشويه الزيت ونغطيها بالسلوفان ونخليها ساعه ونص ديال المكانه، ونمشي نحضر معكم الحشوه.
دوز دابا نحضر الحشوه. غادي نحتاجو جوج مطيشات كبار، الا عندكم صغار ديروا ربعه بحالي. وغادي نحتاجو جوج بصلات كبار، الا عندكم صغار ديروا ثلاثه بحالي، وثلاثه الدروس هكا ديال الثومه. غادي نقطع كلشي طريفات صغار، واكيد المطيشه خصنا نحيدو ليها الجلده ديالها. غندير هنايا شويه ديال الزيت، وغادي نضيف عليها نصف كيلو ديال الكفته، نزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار. نخليوها طيب على نار مهيله لمده ديال 10 دقائق. هنا عندي القزبر، فهو نقطعو طريفات. ثانيه طابت، غادي نحطها هنايا. غادي نزيد عليها الكزبر والمطيشه والبصله. زيد مليحه ابزار. غادي نزيد ثلاثه المعالق ديال المطيشه ديال الحك، معلقة كبيرة ديال التحميرة أو الفلفل، فلفل الحلو، وممكن نزيدو الحار عاوتاني بالنسبة للناس اللي كيبغيو الحار. أنا مغاديش نديرو على ودي لي داسي، ونخلطو كلشي. الحشوة ديالي هي خلطتها مزيان، دابا راني شعلت على الفران يسخن واحد 15 دقيقة بما سرحت العجينة ديالي. راجلي مسكين كيعاون فيا، جا القاد ليا بقربنا. دابا نسرحها بالمدلك، وهكا ندردر عليها شويه الدقيق. نحاول ندير جوج بجوج. دابا غنهز هادو نحطها في الطاوه وندير واحد حداها. دابا نحط الحشوه ديالي. عرفتوا ريحتها ما شهيتكم البنات؟ رائعه. غنشد هكا من الجناب، نحاول ندير هكا من القدام، ندير واحد المثلث ونتكي عليها هكا بالجناب. الجليبات غادي تكي عليهم، وهنايا كدير واحد المثلث وغادي كتكي جا في الشكل ديالهم، كيجي زوين. عاوتاني هنايا دير واحد المثلث وضغط عليه من هنا، تكي غير بيدك. إذا استصعب عليك الأمر ديري فرشيطة.
ونصايب اللي حداها حتى هي بنفس الطريقه. دهنتهم بصفار بيضه، دابا غادي ندير عليهم الجنجلان. ممكن ديروا سانوج، ممكن ديروا هذيك زريعة الكتان كما بغيتوا البنات على حسب الذوق ديالكم. ودابا غادي ندخلهم للفران، غدي معاك واحد 15 حتى 20 دقيقه. الشكل ديالهم البنات من بعد ما طاب، شوفوا معايا البنات كي كيجيو طبيعي هادشي كيشهي. ومشهيتكم اللي فيكم حامله تسمح ليا، طريقه سهله، المكونات كلهم واجدين في الدار، ما عليكم غير تخرجوا شويه العضلات وتحيدوا العجز وبالصحه والراحه الغزالات. غادي نصايبوا البلبوله الحمراء ماشي البيضاء، غادي نديرو فيها مقادير اللي هي سهله. غنديرو هنايا زويته بلديه شي شويه، بغيتو ديروا الزيت الروميه ديروها، انا كتعجبني الشوربه تكون فيها زيت البلديه تكون هكا صحيه اكثر. غادي نسخن على عليها شي شويه، غير شويه ماشي بزاف، نزيد عليها هنايا مقدار جوج بصلات محكوكات. حتى وليداتكم ان شاء الله غتعجبهم هذه الشوربه. من بعد ما حطيت البصله ديالنا غنزيد هنا عندي دابا ثلاثه طماطيشات محكوكات، نخليها حتى هي تتهبط مزيان. ضروري هذه الخطوه باش تجيكم لاصوص بنينه. نزيد دابا البهارات اللي عندكم في الدار، هنا غادي نزيد شي شويه ديال البودره ديال البصله، ما عندكمش ماشي ضروري ديروها، بودره ديال الثومه، شويه ديال البزار وتحميره، خرقوم بلدي، سكنجبير، شوي شوي من الحاجه باش كيجي المذاق ديالها زوين. ديروا دامه ديال الكنور حتى هي اختيار، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش البنات، ما كرهناش شي حاجه تكون بايو. ولكن باقا كنقلب، لا كتعرفوا البنات شي حاجه بحال هاد الدامة تكون اورغانيك كتبوا لي البنات في التعاليق. نزيد شويه سكنجبير، غادي ندير فوق قزبور ومعدنوس. شويه ديال التحميره ونمرقو باش ما تحرقش معنا العطريه. صافي كتمرقو على حساب الكميه نتوما اللي بغيتو ديال الماء، وهنايا كتضيفوا الكميه اللي بغيتو ديال البلبوله. غسلوها البنات ضروري تغسلوها حيت كيكون فيها التراب. ما غاديش نزيد الملحه، علاش؟ حنا درت كنور، دابا غادي نخليها طيب على بوطه مهيله. من بعد ما كنرد فطوري كنمشي نغسل المعنات، ما كنحملش البنات يتجمعوا عليا المعن من ورا الفطور. المهم كنحيد عليا الاغلبيه، ولا بقات شي حاجه كنخليها حتى الوقيته ديال السحور.
انا صافي وقت الفطور هو قرب، انا قديت الطبيله كنحاول شويه نحلق عليها هكا حتى وليداتي باش يحسوا راه كاين اجواء ديال رمضان. وهنا راه كنوريكم الشوربه كيفاش جات، كنتمناكم البنات تجربوها وتردوا عليا الاخبار. وهذا هو الشكل ديال البراك ديالنا، وكنقول لكم صحه فطوركم ونلقاكم ان شاء الله في فيديو جديده اللي فيكم جربات الوصفات ديال اليوم. ما عليها الا تصيفط لي على الخاص في انستغرام، هذا هو انستغرامي @قناتينا. وموعدنا ان شاء الله غدا مع جوج بتوقيت اوروبا والوحده بتوقيت ديال الانجليز. موح عليكم غزالات. نيال كي جاك بوراك؟ زوينة زوينة.